في هنا؟ يا بنات نبي نسوي شيء مختلف. خلاص مليت. اي والله خلاص ملينا، ما في شيء جديد نسويه. طفشت، مليت، مليت، طفشت من الإجازة. يا بنات اذكروا الله واستثمروا وقتكم في شيء نافع عشان ما تملون. لا تسوي نفسك فيلسوفة، ترى سوينا كل شيء، يعني ما أقول لك ما ضبط معنا، ضبط معنا بس لسه ملانين. إيه كل شيء مفيد سويناه، وحتى الألعاب وحتى الترفيه، ولكن حاسين بطفت وأنا ما أدري ليش. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما أدري ليش ما كل ما أتكلم ما تسمعون كلامي. ولا أقول لكم أنا مالي دخل فيكم. السلام عليكم، وش فيكم يا بنات كأنكم تتهاوشون؟ إيه يا ماما، البنات كل ما أتكلم ما يسمعون مني شيء، ويقولون بعد لي لا تسوي نفسك فيلسوفة، وحتى أصلاً ما يقبلون مني كلام أبداً. لأن كلامها كله مو مفيد وغير صحيح أصلاً. إيه يا ماما لانا طفشتنا بالكلام، طفشتنا، كلامهم ممل وتكرر نفس الكلام، كأنك تشوفين نفس المسلسل يومياً، نفس الحلقة يومياً. حبيبتي انتي اوهي، انا مو المطلوب مني اني اقنعكم بكلامي، المطلوب انا اصلا مو المطلوب مني اقنعكم بكلامي، فاذا اقتنعتم بكلامي كان بها، واذا ما اقتنعتم بكيفكم انتم حرين. هدوا يا بنات، انا عندي لكم مفاجأة مرة راح تنبسطون فيها، وراح توخر الطفش كله. مفاجأة، ايش المفاجأة ماما؟ المفاجأة هي المسابقة، بسوي لكم المسابقة انتم الثلاثة، وعليها جائزة كبيرة، واللي راح تجاوب على الأسئلة راح تاخذ الجائزة الكبيرة. مسابقة. يا ماما والله فكرة جدا جميلة، كيف ما خطرت على عقولنا، وبالذات الهدية للأميرة برنسس ديالا. وأنا بعد أحب المسابقات والهدايا يا ماما، وإن شاء الله أنا اللي أفوز بالهدية. وأنا مرة أحب هذه الأجواء، خصوصا المسابقات اللي فيها فائدة وتشجع على مراجعة المعلومات المفيدة. وانتي لو ما تفلسفتي يعني لازم، يعني بيصير لك شيء، يعني لازم كل ما تشوفينا تتفلسفين. خلاص يا بنات لا تخربون فرحتكم بالهواش، بعلمكم على الكتب اللي راح تجيكم بالمسابقة، وبعطيكم مهلة على المسابقة، ونشوف مين راح يجاوب ويستحق الهدية. أنا طبعاً اللي بفوز بالجائزة، بس أحس يا أخي شكله شيء فخم. طبعاً انسي يا حلوة المفاجأة للأميرة برنسس ديالا اللي دايماً ذاكرتها خارقة وقوية وكل المعلومات فورية. يا لانا روحي شوفي من يدك. ابشري ماما. ماما هذه خالته رغد. خالتك رغد بعدين نشوف. الو السلام عليكم، كيفك يا اختي؟ ايش اخبارك؟ ايش زين انا بجيك الحين. يا بنات خالتكم بالمستشفى، وبروح لها عشان يعني اوديها. طيب يا ماما. خير يا ماما، طمنيني عليها، ان شاء الله تكون طيبه، واحنا راح بنراجع المسابقه ان شاء الله. هي بخير ان شاء الله.
هي بخير إن شاء الله. بس يا بنات، لا تنسون المسابقة. وبعدين أنا لسه على موعد معكم، وبعدين بجيكم علشان المسابقة، واللي بتفوز بعطيها الجائزة الكبيرة. وانتبهوا لنفسكم. اطمني يا ماما، راح تلاقين البس أنظف مما كان. إيه إحنا جاهزين للمسابقة من الحين، وإن شاء الله تطمنيني على خالتي. إن شاء الله، يلا مع السلامة. يا رب إن شاء الله ماما تطمني على خالتها، أنا مرة خايفة عليها. يلا يا بنات، الحين كل واحدة فينا تراجع الكتب وتجهز للمسابقة. ما تبغون تفوزون؟ إلا أنا أبغى أفوز بالطب، ما شاء الله علي. ما يحتاج، أنا أعرف ماما وش اللي راح تركز عليه واللي ما راح تركز عليه. أنا الحمد لله الكتاب جاء كله على جوالي، وبراجع على راحتي إلى ما ترجع ماما. وأنا بعد منزل الكتاب على أيباد الحبوب، راح أراجع وأفوز. نحن السور والمورقات والمؤنسات الغابيات، وحديثنا سهل الربيع. بنات راجعوا يا بنات. طيب ما احنا وقت، بس لحظة يا ديالة، وش قاعد تسوين انت؟ وش اللي قاعد تسوينه؟ ما عليك انت يا لانا، هاي طريقة مراجعتي، وكل واحد تسوي اللي تبغاه. بكيفك، انا مالي دخل فيك. ترفي هنا عذب جميل، وحديثنا النبع الاصيل. يلا يا بنات، صح نسيت اراجع، يلا ان شاء الله يمدينا. وقلوبنا معكم تميل. نحن هيا يا بنات، جاهزين للمسابقة؟ جاهزين. ماما ما شاء الله رجعت بسرعة. إيه الحمد لله، ما فيها شيء طلع. الحمد لله. يلا الحين نبدأ بليونة. بلانا لانا لا لين بليونة، عددي لي أركان الإسلام. هي خمس أركان يا ماما، والحين راح أقولها. واحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اثنان، إقامة الصلاة. ثلاثة، إيتاء الزكاة. أربعة، صوم رمضان. خمسة، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنتي يا ليونة. والحين ننتقل للانا، عددي لي أركان الإيمان. أركان الإيمان يا ماما هي ستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ما شاء الله أحسنتي. وديالة يلا عددي لي أركان الإحسان. طيب ما هو الإحسان؟ لحظة ماما، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ايش فيك يا ديالة، انت تعبانة؟ فيك شيء؟ لا يا ماما، بس انا ما نفذت الاحسان. هو ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. خفت من مراقبة الله، ناظرت الورقة. الحمد لله يا بنتي، ان علمك وخوفك من الله منعك انك تغشين، وعشان هذا الشيء الله راح يعوضك. وفعلا يا بنات الجائزه الكبيره راح تكون بينكم الثلاثه. تعالي ديانا، يلا روح فاصل عشان نكمل فرحتنا الجميله.